نروح بقى نتابع مع حضراتكم اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي وكل فرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليكي وتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هننقل لكم كل أخبار النادي الأهلي زي ما عودناكم. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا زي ما أنتوا قلتوا النهاردة الفريق هيواصل استعداداته لمباراة غدا أمام وادي دجلة في تمام التاسعة مساء. تجمع الفريق هيكون الساعة 4 العصر قبل انطلاق المران. هيقوم اللاعبين بعمل مصحة طبية على أن يبدأ المران في تمام الخامسة مساء. كمان طبعا بعد انتهاء المران هيدخل اللاعبين في معسكر مغلق ضمن خطة الاستعدادات لمباراة غدا. يعني طبعا بيتمنى لهم كل التوفيق. زي ما احنا عارفين انه امبارح تم استئناف التدريبات بعد الراحة السلبية لمدة 3 أيام. مستر بيتسو موسيماني كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران ليحدثهم عن أهمية الفترة الجاية وأهمية الفوز في جميع المباريات طبعا لاقتناص بطولة الدوري وتواجدها في مقرها وبيتها في الجزيرة زي ما عودونا دايما. كمان طبعا شهد مران امس غياب الثنائي ايمن اشرف وبدر بنون بسبب شكوتهم من نزله برد خفيفه. النهارده هيتم تقييم حالتهم الصحيه. طبعا بنتمنى لهم الشفاء العاجل وان شاء الله يرجعوا ويشاركوا في التدريبات الجماعيه بصوره طبيعيه. كمان ايضا شهد المران غياب سداسي المنتخب الاولمبي محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، ناصر ماهر، احمد رمضان باكم، وصلاح محسن بعد عودتهم طبعا من اولمبياد طوكيو 2020. وعلى صعيد آخر واصل اللاعب وليد سليمان برنامجه التأهيلي. كمان خليني أقول لكم أن دي المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، يعني اكتفى بتدريبات في الجيم وجري حوالين الملعب. بعد كده إن شاء الله هيرجع يشارك مع الفريق بصورة طبيعية في المران الجماعي. وكمان اللاعب رامي ربيعة شارك بصورة طبيعية جدا في مران أمس بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم، لكن دكتور أحمد أبو عبلة أعلن أن اللاعب تعافى تماما من الإصابة وهو بالفعل شارك أمس في المران الجماعي. يعني قبل ما أختم كلامي عن فريق الأول لكرة القدم بتمنى لهم طبعا كل التوفيق في مباراة غدا. خلونا دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ورجال كرة الطايرة. رجال الماسترز بيواصلوا تدريباتهم، طبعا كانوا استأنفوا تدريباتهم بداية هذا الشهر 1/8، يعني تقريبا اتمرنوا يومين حتى الآن. خليني أقول لكم إن هم بيستعدوا بقوة جدا، عندهم هدف واحد وهو الحصول على جميع البطولات هذا الموسم سواء الدوري المصري، كاس مصر، البطولة العربية والبطولة الإفريقية. وطبعا عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، يعني هم فريق قوي، هم رجال الماسترز رجال كرة الطايرة. كمان سيدات كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم اليوم، يعني امبارح ايضا كان عندهم مران بيستعدوا بقوة للموسم الجديد. ايضا عندهم هدف واحد هو تحقيق جميع البطولات لهذا الموسم. وكمان خليني اقول لكم انه الهايلايت بتاع تمرين امس هو مشاركة اللاعبتين الجداد اللي انضموا لصفوف الفريق جديد، وهم اللاعبة هاني عبد الله واللاعبة آية خالد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق مع الفريق وان شاء الله يكونوا اضافة كبيرة سيدات كرة الطايرة. كمان على صعيد آخر رجال وسيدات كرة اليد بيواصلوا تدريباتهم النهاردة. سيدات كرة اليد هيكون عندهم تمرين الساعة 7 مساء في صالة الجيم، وبعد كده هيكون عندهم تمرين الساعة 8 مساء في الملعب هنا بمقر النادي بالجزيرة. وأيضا رجال كرة اليد هيكون عندهم تمرين من الساعة 4 حتى السادسة مساء، طبعا ده ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد. كمان رجال تنس الطاولة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة. النهارده هيكون عندهم تدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه هتكون الساعه 11 الظهر والفتره المسائيه هتكون الساعه 7 مساء. يعني خليني اقول لكم ان هم في فتره تركيز كبيره جدا، خلاص بطوله الانديه العربيه هتبدا في غضون ايام قليله. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا حابه اقول ان سيدات كره السله خلاص هيواصلوا تدريباتهم هذا الاسبوع بالتحديد يوم الخميس، وهيبداوا بقى برنامج الاعداد للموسم الجديد. بتمنى لهم كل التوفيق هم وكل الفرق الرياضيه بالنادي الاهلي، وان شاء الله يكون موسم استثنائي. دي اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان انقل لكم اخبار انشطه اللجان واللجنه الثقافيه. طبعا تحت اشراف اللجنه العليا للجان بالتعاون مع الاداره التنفيذيه بتعلن عن اقامه صالون ثقافي، الصالون الثقافي الخاص بشهر 8.
هيكون طبعا بيتم مناقشه في كتاب ربع جرام للكاتب عصام يوسف، هيكون يوم الاربعاء 11/8 هنا مقر النادي الاهلي بالجزيره بالتحديد بقاعه فكري اباظه، وهيدير الندوه الكاتب الكبير فتحي محمود. يعني طبعا هذه الندوات بتدل على اهميه دور النادي الاهلي الاجتماعي والثقافي مش بس الرياضي. كمان قبل ما اختم معاكم اخبار النادي الاهلي، خلوني زي ما عودت دايما اعضاء النادي الاهلي اللي بيشاهدوا 10 الصبح في الاهلي انقل لهم الاجواء داخل النادي. يمكن التواجد بسيط بشكل نسبي بسبب موجه الحر، درجه الحراره دلوقتي 37، لكن في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كالعاده يا هنا اخبارك كافيه ووافيه، وبنشكرك على وجودك معانا وعلى الاخبار دي، شكرا جزيلا ليك.